اهلا بيكم مره تانيه بعد الفاصل. لازم نروح نجمنا الكبير وتقرير عن بطلنا الكبير سيف عيسى واسرته قالت عليها ايه. خمس ست سنين ابتدينا تايكوندو، كنا بنروح النادي، كنا بنتمرن برايفت كتير، لحد ما سيف اتأهل لأولمبياد الشباب. وفي أولمبياد الشباب الناس بصوله بصة تانية خالص. يمكن في الأول ما كانش معروف سيف ممكن يبقى حاجة ولا لا، بس في أولمبياد الشباب حقق ميدالية برونز، فابتدى الاهتمام يكون بسيف. ابتدينا بقى مشوار طويل، ابتدينا نركز معاه انه يكون ليه مدرب خاص، يكون ليه مدرب تغذية، يكون ليه مدرب نفسي. كل ده كان يعني جزء خاص من سيف، لحد ما وصلنا انه يتأهل للأولمبيكس. طبعا كان قبلها حاجة صعبة جدا ان هو جاله رباط صليبي، وكان احتمال ان هو يتأهل مش وارد خالص، لكن ربنا الحمد لله اراد وتأهل للأولمبياد طوكيو. كانت اول مكالمة بيني وبينه بعد قبل الماتش اللي لعبه اللي جا فيه برونز. كلمني وقال لي انا هلعب الماتش اللي جاي وان شاء الله تطمني. وبعد الماتش بيبقى فيه تسجيل مع الاهل، بيبقى اونلاين بنسجل مع الاهل، فقال لي استعدي هسجل معاكي. فيعني هو طمني شويه لما قال لي الكلمتين دول. حقيقه هو كان كويس في السباحه جدا جدا، ويمكن المدربين كانوا بيقولوا لي لو مقرره ان انت تسيبي رياضه منهم تسيبي التايكوندو مش السباحه، مستقبله في السباحه هيكون كويس جدا. بس سيف قرر ان هو يلعب تايكوندو، وبناء على رغبته احنا وافقنا. الله اعلم كان ممكن يبقى حاجه برده في السباحه، بس الحمد لله ربنا وفق يعني وجاب ميدالية في تايكوندو. المكسب، لحظه المكسب، انا ما اتفرجتش على ولا ماتش. في العادي انا ببقى في اوضه كده بدعي له لحد ما يتصل بيا بعد الماتش واعرف النتيجه. فانا ما اتفرجتش على ولا ماتش، انما النهائي اللي هو على الميداليه طلعت قدام الشاشه وطول الوقت ساجده بتفرج عليه. قبل ما يخلص الماتش بشويه كده لقيت تليفونات كتيره كتيره كتيره، يعني عقلي وقف. يعني طبيعي ان الناس بتتصل مش عشان هو لا قدر الله خسر، الطبيعي ان الناس بتتصل عشان هو كسب. بس ما حصلش غير ليه كابتن محمد جاد اتصل بيا وهو بيعيط وقال لي الحمد لله الحلم اتحقق. فطبعا سيف بعد ما كلمني احساس تاني خالص، يعني فرحان جدا، بنعيط انا وهو، خطيبته كلمتني وهي بتعيط هي كمان، حلم سنين طويلة اتحقق. فكانت لحظة ما تتوصفش يعني، الحمد لله. خليني أوجه الأول رسالة للجمهور، عشان هو المؤثر الأساسي. يعني الجمهور لازم يبقى في ظهر اللاعب أيا كانت النتيجة. يمكن النهاردة الصبح قريت عن لاعب يعني أصيب بإحباط شديد نتيجة إن الجمهور حاسس إنه النتيجة ما جاتش كما يرغب. يعني المفروض إن الجمهور يكون وراء اللاعب سواء جاب أو ما جابش، يعني وما جابش المرة دي هيجيب في اللي بعدها. فلازم الجمهور يحس إن اللاعب بيبقى يعني أضعف لحظاته لما بيخسر، وأكيد هو ما قصرش، وأكيد إنه أكتر واحد كان عايز يكسب هو اللاعب نفسه. بنتمرن مع بعض في تمرين زمان لما كانوا بيتمرنوا في النادي، بنتمرن مع بعض حتى وقت الكورونا، بنتمرن مع بعض لوحدنا. فبالنسبه لي هو بابايا مش اخويا، يعني هو اللي بيمرني، هو كل حاجه. يعني بساعده ازاي؟ احنا المفروض يعني انا كنت بمرنه. احنا في التايكوندو بيبقى فيه زي ماتس وحاجات عشان يجرب يضرب عليها، انا اللي كنت بمسك له الحاجات اللي بيتمرن عليها. بيبقى فيه زي اناليسيس كده، بنشوف اللعيبه الثانيه بتلعب ازاي، ايه النقط اللي بتيجي فيها وايه النقط اللي بتجيبها. بنساعده ان احنا بنعمل اناليسيس دي مع بعض، بعمله اناليسيس للعيبه كلها اللي هيلاعبها في الاولمبياد.
دي يعني كان طريقه مساعدتي ليه. يعني اول ما اتكلمنا مع بعض يمكن كلام في المكالمه كان مش مفهوم، يعني قعدت انا من كنت ما انا مبسوط قاعد بقول كلام انا مش فاهمه واصوت واغني وبقول كلام مش فاهمه. طبعا كان يمكن تبقى احسن لحظه في حياتي. يعني طموحي الفتره الجايه طموحي ان انا ابقى زيه ان شاء الله.